انها تعتزل الشعب المصري على هذا الموقف الغير مقبول بالمره. ويمكن كلنا نتذكر ان كان في مواقف مشابهه، مش بس على المستوى السياسي، مشابهه على المستوى الرياضي والفني. كان في كتير جدا رياضيين كانوا يمتنعوا ان ممكن يبقى بيشارك في الرياضه شبه كده، او فنانين. يا جماعه ده فيش اوركسترا العالمي للشباب اللي بيتعمل في موسكو، بيبقى موجودين من كل العالم. المصريين بيرفضوا ان يقعدوا جنب الاسرائيليين اللي موجودين في نفس المكان. فازاي يبقى على مستوى الشباب ومستوى الفنانين ومستوى الرياضي يبقى كده، والمستوى السياسي اللي هو على المستوى يبقى قراره طبعا على نبرة الاعتذار اللي طلع من وزارة الخارجية غير كافية، غير كافية على الإطلاق. لازم يحصل اعتذار للشعب بشكل واضح جدا. يعني هو لن يكفي، هو مش هيبقى كفاية. بس على اللي احنا قلنا مش هيبقى كفاية لا اعتذار ولا أي شيء، لأن الموقف خطير جدا. عندنا شوية حاجات يعني تعليقات على إدارة الدولة في وقتها. لان عندنا بعض المتحفظات. نمرة واحد، سياسة تقديم كبش الخدمة حتى تتهرب من دورك الاساسي في ادارتك لشؤون البلاد، ده شيء بقى اصبح بالنسبة لنا مكروه. ويمكن ده لاحظناه جدا في ازمات حتى وقد تبدو يعني عبارة زي مثلا ازمة السكندرية. وانت بتحط امتصاص غضب الشعب انك تقدم كبش الخدمة بحيث انك تبقى عملت معك. لا، احنا بنطالب بمحاربه الفساد بشكل واضح جدا، بنؤكد ان الفساد محاربته اهم ولا تقل اهميه من محاربه الارهاب الموجوده، ونطالب بتحمل المسؤوليه في اداره شؤون البلاد. في مبدا مهم جدا، وهو ان الشعب يملك والدوله تدير. انت بتدير املاك الشعب، لازم تقدم له خدمات بشكل واضح جدا تبقى امان. وفي نفس الوقت برضو لازم احنا قلنا محاربه الفساد برضو بنرى ومحافظين على انه لا يوجد سياسات واضحه جدا اقتصاديه ولا رؤيه واضحه لاداره البلد الواضحه حتى في اداره الازمه. على سبيل المثال، القوات المسلحه ليها دور مهم جدا بمسمنها، لكن مسمنها دور مهم جدا وعايزينها تقوم بدورها على اكبر مدى، لكن اقحام القوات المسلحه في اكنها بديل موازي للحكومه المصريه اللي هي دورها تقدم هذه الخدمات وتدير الدوله، ده شيء بنتحفظ عليه لانه لن يؤدي الى شيء جيد. يعني هيضر القوات المسلحه وهيضر البلد، وفي الاخر المواطن البسيط ما بياخدش حقه. يعني على اخر شهر نوفمبر هتكون بتقدم السلع التموينيه عشان تحارب الغلاء، هذا امر يعني غير مقبول بالمره، لانه انت عندك ادوات تستخدمها. لو كانت الادوات بتاعت المجمعات الاستهلاكيه المفروض انها انت بتستخدمها لان في جشع للتجار وما شابه مش قادر تستخدمها، يبقى عندك مشكله. لو في فساد في هذه الانظمه حرب، ولو هتحاربها هنقف كلنا وراك، لكن انت ما تحاربوش وتجيب تعمل نظام موازي، دي مشكله اكبر. دليل على غياب السياسه الاقتصاديه والرؤيه انها تدير بيها الدوله بشكل واضح. بنؤكد تاني، اصلاح منظومه الفساد هدف اساسي، اللي بيدفع ثمن الفساد الموجود في المنظومه الحكوميه والمحليه والادارات المحليه المواطن، محدش تاني. والوضع السياسي الموجود والدستور وال نقدر نقول الحملات الغريبه انه في ناس بيروجوا انه داخلين انتخابات عشان يعدلوا الدستور وما شابه، عشان احنا سالنا كتير في القصه. الحقيقه احنا مهتمين جدا بالمواطن ومهتمين جدا بجوده الحياه للمواطن، وبنتعدى ان يبقى في نائب في البرلمان بيستخدم الدعايه بتاعته مش دي، ما بيتكلمش على جوده حياته. انت داخل البرلمان ليه؟ داخل البرلمان هدفك انك تعدل الدستور، ولا هدفك انك تدير البلد بشكل جيد ولائق عشان تحقق الخدمات الجيده للمواطن؟ ده اللي دفعنا في الحقيقه، اللي ندافع عن حق المواطن، اننا نقف امام هؤلاء وهنفضل نقف امام. احنا واقفين امام انه يبقى البرلمان القادم هدفه الاساسي تقديم مصالح لاخرين وليس المصريين، يعني مجمل للمواطنين. انت بتقدم مصالح شخصيه او مصالح لمجمل لنظام الحكم او ما شابه وكده. لا، احنا هنقف قدام تعديل الدستور، ومبدانا بوضوح جدا هو تفعيل الدستور ذاته هو حمايه للدستور. ده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه بشكل مباشر جدا. وان دوت هو اللي هيعمل انعكاس حقيقي على الاجتماعيه وليس التعديل. اللي هو تفعيل الدستور، يعني تفعيل الدستور هينعكس بشكل مباشر جدا على العداله الاجتماعيه اللي احنا كنا اهم قانون المفروض البرلمان اول ما عرف يتكلم عليه، قانون العداله الانتقاليه. في الدور بس قانون العداله الانتقاليه بيتكلم هذا الامر. هو بس احنا بنتعجب، هو العداله الانتقاليه تبقى مين؟ يعني العداله الانتقاليه لان نظام الذي عاد
يعني العدالة الانتقالية اللي قررها الدستور كان بيقررها لأنظمة تم يعني تصور عليها هذه الأنظمة عدد نظام مباراة عاد بالكامل وأصبح موجود، وبالتالي هنعمل عدالة انتقالية مين؟ على كل الأحوال لا يملك أحد على كل الأحوال لا يملك أحد إن يقول إنه هيعمل تجاوز لجرائم الماضي لنظام مبارك أو لنظام الإخوان، لأن الدستور يلزم بأن يكون هناك عدالة انتقالية، وهذه تعني بوضوح الاعتراف بتلك الجرائم ثم وضع الآليات للعفو أو لعلاجها.